إرسال من المملكة العربية السعودية يقول: ذهبت لتنظيف الأجزاء الداخلية لللابتوب الخاص بي عند أحد المحلات ب100 ريال، فوافقت وأعطيته الجهاز ولم أدفع بعد، وبعد خروجي وجدت محلا آخر ينظفه ب50، فعدت للأول ولم يبدأ بالتنظيف بعد، فطلبت منه الجهاز وذهبت للمحل الآخر، هل في ذلك شيء وماذا علي فعله؟ الأصل إذا كان هذا الأول لم يستغل، وإنما هذه الأسعار، وإنما الثاني يعني خفض السعر لكي يأخذ بعض الزبائن، فالأصل لا. أما إذا كان لم يستغل أحدا ويبيع أو يصلح كغيره، ينظر إذا تم الاتفاق، فهذه تسمى إقالة، ولا تكون الإقالة إلا بالموافقة من الطرفين، فإذا وافق الطرفان على الإقالة جاز ذلك. أما إذا رفض الأول أن يقيل صاحب الجهاز، قال لا، تم الاتفاق بيننا، وتم الاتفاق فعلا بينهما، إلا إذا ثبت أنه استغله. إذا لم يثبت أنه استغله فهو غير ملزم بالإقالة، لكن لو أقاله فهذا طيب.